بعد حوالي سنة على الانتهاء من تصويره، الفيلم الإماراتي كيف تسمعني أجب اللي بيجمع في بطولته عبد الله زيد وأحمد مال الله أصبح جاهز للعرض بصالات السينما انطلاقا من 29 سبتمبر. واحتفالا بها العمل الكوميدي البوليسي أقيم أمس في دبي مؤتمر صحفي جمع أبطال وصناع الفيلم، وطبعا نحن تواجدنا فيه ونقلنا لكم التفاصيل، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. زحمة أبطال وضيوف فنانين وأصدقاء ملأت قاعة السينما احتفالاً بالعرض الخاص لفيلم كيف تسمعني أجب، وهذا اللي خلى السعادة تكون واضحة على فريق العمل. بالفعل سعيد جداً إن شاء الله بإطلاق فيلم كيف تسمعني أجب، وإن شاء الله راح تكتمل هذه السعادة بعد مشاهدة العمل إن شاء الله، وبعد ما الجمهور بحول الله تعالى راح ينقض على سينمات الخليج إن شاء الله، راح يشوفوا عمل إن شاء الله فيه متعة، فيه كوميديا، فيه قصة هادفة، فيه نموذج للكوميديا المحلية الإماراتية كذلك. هذه الفكرة طرأت علينا وأنا كنت أصور مسلسل دار الزين في رأس الخيمة، وبالفعل كان عام 2016، فتم كتابتها في عام 2019 وتم تنفيذها في 2021. وبعد كل هالسنوات أبصر العمل النور بوجود بطلة أحمد مال الله. الجهد اللي بذلناه والزخم الإعلامي اللي حين موجود، نتمنى نكون عند حسن ظن الجمهور واللي قاعدين يتابعون اليوم السينما الإماراتية، نستبشر فيها بألف خير بالأيادي اللي قامت على هذا العمل. ومن بين هالأيادي المخرج سيف الشيخ نجيب بأولى تجاربه بالسينما الإماراتية وبتعاون جديد مع عبد الله زيد بعد ما التقوا ب 2021 بمسلسل حامض حلو. أنا بيمتعني الحقيقة نص عبد الله، وبتمنى وإن شاء الله يعجب الجمهور. نصه ذكي، يعني بتحس الشخصيات ذكية عم تتآمر على بعضها بطريقة ذكية، طبعا بمجال الكوميدي. والأجواء الكوميدية سيطرت على حفل إطلاق الفيلم خصوصا مع وصول ضيوف الشرف ومنهم طارق العلي. اليوم السينما الإماراتية يجب أن تأخذ مسارها حالها حال السينما العربية والخليجية، وهذا اللي نطمح له. اليوم نبي هوليود على قولتهم خليجي إن شاء الله. أنا أطالب يصير من ضمن اليوم لما طالع أفلام طالع أيضا الأفلام الخليجية اللي اليوم شبابها قاعدين يعيشون مسيرة جميلة، والدعم الجميل اللي يأخذونه أتمنى لهم التوفيق، بس الجمهور أهم شيء يحضر، ها، ودور العرض شوي يخفون علينا بالنسب. محضر له شي نص لأستاذ طارق؟ الله يسمع منك إن شاء الله. أنا ابن حلاق بس. وهالأجواء كملت مع عبد الله بالخير اللي بدوره حرص يتواجد بهاليوم. عودنا بجودته في عمله وفكاهي ودعابه يعني المضمون جيد وجميل، اللي يقدمه محتوى جيد، وأسعدنا المحلي فيه والإضافات فيه والتغيير والتنوع والهذا، فأتمنى أن ننافس. لا غنى عنك بأمانة، تتلمذنا عليك منذ كنا أطفال ونحبك ومعجبين فيك يا عبدالله بالخير. كان المفروض يكون معنا الأستاذ عبدالله بالفيلم، مفاجأة وحصل ما حصل والظروف ما سمحت. الكورونا حبيبي في وقت التصوير هذا كان، وكان ممنوع ولازم في بوظبي يتم تصوير وكذا، ولا كان ودي والله جدينا واتفقنا معاهم بنعمل، لكن ما كان لنا نصيب يعني. إن شاء الله فيلم ثاني فيه. إيه بس خلينا نشوف هذا حلو ولا لا. حقك. وضيف شرف ثاني اتكلم عن إمكانية مشاركته بأحداث الفيلم وهو قيس الشيخ نجيب. الفيلم الحقيقة إماراتي، ما في ضيوف شرف أبدا؟ سوريين إطلاقا، كان عندنا ضيوف شرف من جنسيات أجنبية حتشوفها بالفيلم، بس لو كان في ضيف شرف سوري والدور بينسجم مع قيس ومع وضعه لقيس قطعا كنت دعيته، ولو يا زلمة عم توقع بيناتنا. كان في إشاعة انه هو كان ضيف شرف بالفيلم. لا والله قلت له ما في. لا 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 مو بهيدا الفيلم، في مشروع قادم كان من المفروض انه يكون، بس لسه ما طلع المشروع الحقيقه. هي انا ما بعرفها، هي سكوب معناتها، انا سامع شيء صحيح معناتها. ايوه بس مش كيف تسمعوني اجب. ولكن رغم ذلك قيس حرص يتواجد بالعرض ويدعم نجوم العمل. بدنا نشوف الانتاج الفني تبع السينما الاماراتيه بصبغه سيف الشيخ نجيب اللي هو اخي، اللي عمل اعمال كتير مهمه بالسينما اللبنانيه وعملت ريتنج كتير قوي، والناس والجمهور حب الجمهور اللبناني والجمهور العربي، فهلا هو عم يدخل على الجمهور الخليجي خلينا نقول بصبغة إماراتية، فمتحمس جدا لشوف هذا الفيلم وإن شاء الله يكون يا رب على هذه التوقعات. ومثل الشمس اللي أيضا حبت المشاركة بها العرض إلى جانب الأطفال اللي شاركوا بها الفيلم. It was a good opportunity to be in this movie and it was very fun. I liked how we made it and this was fun.
ورغم أن الموضوع كان مسلي إلا أن بعض الصعوبات واجهت فريق العمل. التصوير تحت برج خليفة كان أصعب شيء صوره بحياتي. يعني أنت بتعرف هذا المكان قديش عجقة، وبتعرف قديش صعب إغلاقه. حكومة دبي مشكورة مع شركة أعمار بالتنسيق، يعني سكرونا هذا المكان لمدة 3 أيام من 6 الصبح للخمسة المساء كل يوم. فهذا اللي كنا كل الوقت يلا 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 بدنا نلحق، هذا كان صعب جدا وممتع جدا الحقيقة. وسكرتوه بوقت كان أكتر شيء في بيكون في زحمة بالإمارات، كان وقت أعياد السنة الجديدة، وكانت الشركات بتجي تركب الألعاب النارية اللي بدها تطلع من برج خليفة، وعندنا مواعيد معينة لتسليم الساحة، وأي خطأ كان ممكن يصير ممكن ما ترجع تصور لبعد 20 يوم ليمرق نيو يير يعني. بس كان ممتع جدا الحقيقة، وكان كل الناس متعاونة بصراحة. أما بالنسبة لأحمد فالصعوبة كانت ببعض المشاهد اللي صورها. مشهد دير بس أصعب مشهد كان أن وقت ما اكتشفنا اللغم جتنا إخبارية عن طريق الجوجل أن لازم نبرد على هذا اللغم، لأنه إذا وصل للأشياء الحرارية الماء سوف ينفجر. فالأستاذ عبد الله زيد في شخصية وأنا شهادة السادس، كيف حجم اللغم راح نبرده؟ كانت من أصعب المشاهد، كمية الثلج وكمية إطفاء الحريق وقصة عن ألف كيف نبرد على هذا الشيء ونحن لا نعلم شو اللي راح يستوي. فكان يعني فعلا أكثر مشهد تصور. ولكن كل هالصعوبات تم تخطيها بدعم من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. نشكر سعد عبد الله زيد اللي هو المخرج وبطل العمل أنه يوم عرض علينا الفيلم وقصة الفيلم أنها أدهشنا، ونفس الوقت خلينا نقول فرحنا أن عندنا فيلم إماراتي بهالفكرة بهالضخامة بهالإنتاجية. وطبعا نفس الوقت ما أنسى أشكر شرطة دبي وشركة أعمار مساهمتهم بإنجاح هذا العمل. مثل قالوصة انتهت. وبعد كل اللي سمعتوه عن الفيلم أكيد كثير منكم متحمسين يشوفون أجواء تصويره، وهذا اللي بتشوفونه بحلقتنا بكرة.